التنمية البشرية الحقيقية تحسن علاقتك مع الوقت لما تصفر مشاكلك الاجتماعية وتصفر مشاكلك المهنية وتحاول تصفر مشاكلك حرصا على وقتك. هني انت نميت بشريا بكل عقلانية ومنطقية. كن أناني مع وقتك وراح تستغرب ان كثر ما تكون أناني لوقتك كثر ما تكون اجتماعي. شلون؟ لما تكون أناني مع وقتك تقول أنا ما راح أدخل في معركة مع من أحبهم حرصا على وقتي أنا. فمع مرور الوقت باستمرار يشوفونك أنت عملي، يشوفونك أن أنت مو معنى أنك تغلى في أنك أنت تصير نادر نحاسة، لا، أن أنت تجي في الوقت الصح وتقول الكلام الصح اللي إما يفيد أو يمتع وبس. شو يصير في نفوسهم لما دائما يقولون هذا رجال أو امرأة، هذه امرأة مشغولة، وإذا جت تأنسنا، ما تأنسنا ما تجي، ما تظل في أي حوار وأي نقاش. ليه؟ لأن هذه دائما وقتها لها قيمة، هي تحرص أن وقتها إما أنا أستفيد أو أستمتع. فأنا أشوف التنمية البشرية الحقيقية مرهونة بش كثر انك انت انتاجي واناني مع وقتك. راح تلقى نفسك افيد وامتع لكل الناس، ولما تكون كذلك حياتك كلها تتحسن بشكل عام. هذه خاطرة على عجالة، قولوا لي رايكم بالتعليقات يا احبابي، وشكرا لحسن المشاهدة.